في نقطة يعني دائما لما نتكلم عن الكتاب المقدس وعن براهين الكتاب المقدس دائما بيواجهونا بفكرة أنتوا يعني مش ماشيين حسب العلم الصحيح، وكأنه بعيرونا في هذا الموضوع أن احنا متشددين أو متشددين لفكرة الكتاب المقدس. فالسؤال هو بكل بساطة، يمكن سؤال كبير بس محتاج أن نقسمه لعدة أنواع، اللي هو موضوع الحلقة، العلم الحديث طبعا والكتاب المقدس، هل هناك أي تعارض؟ ده سؤال هام جدا يا أسيس نزار، وعايزين ناخد وقت ونشرحه بالتفصيل. عشان نجاوب على السؤال ده لازم نعرف إيه هو العلم، وبعدين نعرف إيه هو الكتاب المقدس، وبعدين نشوف إذا كان في تناقض ولا ما فيش تناقض. طيب يلا، معناته نبتدي في التعريف الأول، في التعريفات. ما هو العلم؟ right. العلم معناه المعرفة، وفي نوعين من العلم، العلم التشغيلي أو العلم التجريبي اللي بنعمله في المعامل وده كلنا بنتفق عليه، وفي علم اسمه علم الأصول، العلم التاريخي اللي هي حاجات حصلت في الماضي ما أقدرش أكررها في الحاضر، وساعتها بعتمد على نقطة البداية، وهنشوف إن في نقطتين للبداية. هشرح الكلام ده بالتفصيل في خطوات متتالية. اتفضل. عايز بس في الأول أقول إن الكتاب المقدس بيشجعنا إن إحنا نسأل، فالرسول بولس بيقول في رسالته التسالونيكي امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن، فإحنا عايزين نمتحن كل النظريات العلمية اللي موجودة ونفهم إنها افتراضات وليها مشاكل علمية. أيوة. لأن اللي بيتقدم في المدرسة إن دي الحق والحق المطلق، لا ده فيها قضايا علمية فيها مشاكل. فإحنا عايزين نمتحن كل شيء ونتمسك بالحق. بعد إذنك دكتور، أنا عارف بديش أقطع حبل لا فكرك أبداً. بس فضل. يعني لما ذكرت يعني في آية في تيموثاوس، رسالة بولس إلى تيموثاوس الإصحاح السادس وآية 20 بقول له يا تيموثاوس احفظ الوديعة معرضا عن الكلام الباطل الدنس ومخالفات العلم الكاذب الاسم. يعني بقول له اعرض مات يعني الذي إذ تظاهر به قوم زاغوا من جهة الإيمان، وهذا اللي أنت بتتكلم عنه بالضبط، لأن كل الحاجات دي بتتقدم لنا على أساس أنها حقائق. أيوة. لكن لما نيجي ندرسها بالتفصيل نلاقي أن فيها مشاكل علمية غير محلولة، وزاغوا عن الإيمان، وزاغوا عن الإيمان، لأن هي بتعتمد على أنهم بيحاولوا يفسروا الحياة والعالم بدون وجود الله. ده الاند بوينت بتاعتهم، أنها نفسر الحياة بتفاعلات كيماوية، تفاعلات كيماوية ما تديش حياة.